معنا من القدس مراسلة قناة المملكة ليالي عيد. أهلا بك ليالي. ليالي، ما الذي يتم الحديث عنه عبر وسائل الإعلام العبرية الآن بالرد الإيراني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا بما يتعلق باجتماع مجلس الحرب لبحث الرد على إيران عند الساعة 3:30؟ نعم حسين، بالفعل يعني كان هناك ما ورد عبر القناة 12 الإسرائيلية عن جلسة ستنعقد للمجلس الحربي عصر هذا اليوم لبحث الرد على الهجوم الإيراني، وبالتالي نتحدث فعليا على تصريحات كانت قد وردت لوزراء إسرائيليين خاصة من حزب الليكود الذين تحدثوا عن أهمية أن يكون هناك رد. لو تحدثنا عن وزير الخارجية الإسرائيلي ياسرائيل كاتس الذي قال أن يجب أن يكون هناك ردا على الهجوم الإيراني، أيضا وافقه ذات الرأي وزير التربية والتعليم الذي أيضا هو من حزب الليكود، قال أنه يجب أن يكون هناك رد. وبطبيعة الحال يعني وكيف لا نتحدث عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي أشاد بالرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني وقال أنه يجب أن يكون هناك رد. لو عدنا أيضا لتفاصيل وإحصائيات بالأرقام، كان قد خرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي قال أن عدد ما أطلق في الأجواء الإسرائيلية 300 قطعة جوية، 170 منها مسيرات لم تصل للأجواء الإسرائيلية وتم إسقاطها، و30 من صواريخ كروز أيضا تم اعتراضها، وأن ما وصل للأجواء الإسرائيلية هم صواريخ باليستية. وعندما نتحدث عن إحدى الأهداف العسكرية التي استهدفت وهي أهم القواعد الجوية في النقب، قاعدة نيفاتيم، هذه القاعدة التي حسب ما ذكر المتحدث باسم الجيش أنه فقط أضرار في البناء التحتية أو في البنية التحتية للقاعدة كانت قد حدثت، واستعرض فيديو يظهر طائرات قتالية عادت إلى هذه القاعدة بالإضافة إلى طائرات F-35I التي شاركت في اعتراض بعض هذه الصواريخ. حصيلة هذا الهجوم حسب ما وردت في وسائل إعلام إسرائيلية إصابة خطيرة لطفلة بالإضافة لثماني إصابات بشظايا الصواريخ وصفت بأنها طفيفة. توقعات إسرائيلية بأن هناك يعني أمران متوقعان، إن كانت إسرائيل سترد على حجم الأضرار فسيكون الرد متواضعا، وإن كانت سترد على حسب الهجوم الذي يوصف بأنه تاريخيا فسيكون الرد كبيرا. هناك يعني تصريحات من قبل القيادات السياسية التي تطالب برد، كان قد خرج وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت بتصريح قال خلاله أن الحدث لم ينتهي، انتهى فعليا الرد الإيراني حسب ما ذكرت القنوات الإسرائيلية المركزية، ولكن حتى اللحظة الرد الإسرائيلي ما زال منتظرا، ونحن نتحدث فعليا عن أيضا ما ورد عن 720 يعني انذار دوا في كافة أو في عشرات المناطق. نعم ليالي. بما فيها مدينة القدس التي يعني كان هناك انفجارات في سمائها حتى يعني وقت طويل. شكرا، إذا مراسلة قناة المملكة من القدس ليالي عيد، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.